أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها التحديات الماثلة أمام السلطات المحلية في محافظة مأرب في ظل تدفق النازحين إليها باعتبار المحافظة نموذجا للمدن المحررة في البلاد. بحسب كثيرين تمثل محافظة مأرب شمال شرق اليمن المحافظة الأمثل في مجال الأمن والاستقرار وتوافر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وصحة وتعليم. ومنذ تحريرها في أكتوبر من العام الماضي أصبحت مأرب ملاذا آمنا للفارين من جحيم الميليشيا، إذ شهدت المحافظة تدفقا كبيرا لآلاف المواطنين من عدد من المحافظات، ما شكل عبئا على السلطات بتضاعف أعداد الساكنين في المدينة إلى 10 أضعاف تقريبا في سابقة تاريخية لم تشهدها مأرب من قبل. وبحسب محافظ المحافظة سلطان العرادة فإن ما يزيد عن 700,000 من أبناء المحافظات الأخرى في مأرب نزحوا إليها هربا من القتال. يقدر كثر أن عددا من المحافظات تحررت بشكل كلي، إلا أنها لم تنعم بالأمن والاستقرار الذي تنعم به مأرب، التي لا تزال أجزاء منها مديرية صرواح غربا بالتحديد خاضعة لبعض جيوب الميليشيا. وقد استطاعت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إحباط عشرات الأعمال الإرهابية وتفكيك عدد من الخلايا التي كانت تسعى لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف المواطن اليمني والمسؤولين بالشرعية اليمنية كما يبدو. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقش التحديات التي تواجهها محافظة مأرب. قبل أن نبدأ نتابع وإياكم هذا التقرير. مأرب المدينة التاريخ والحضارة خرجت من الحرب مبكرا وسبقت الجميع إلى استعادة الدولة وتجديد ربيع المدن المحررة. استطاع أهالي المحافظة مزاولة حياتهم الطبيعية رغم الحذر والترقب، وتقتصر سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على بعض الجيوب في المنطقة التجارية بصرواح، فيما تستمر عناصر المقاومة وقوات الجيش الوطني في تمشيط المنطقة وقطع الطريق أمام أي هجمات مرتدة. تمكنت الإدارة المحلية العودة بمأرب إلى الحياة المدنية في غمرة حملات واسعة يقوم بها القادة المحليون من أجل ذلك ولتحذير السكان من الخلايا النائمة والسكوت عن أي أعمال إرهابية أو نشاط يهدد أمن المدينة. كما تنفذ السلطات عملية إزالة العشوائيات ومخلفات البناء من أجل مدينة نموذجية. على عكس غيرها من المحافظات المحررة يبدو الملف الأمني في مأرب منضبطا وآمنا، فهي لم تشهد أعمالا إرهابية كقرينتها عدن بالرغم من وجود مركز العمليات العسكرية وقيادة الجيش الوطني والقوات المشتركة فيها، إلا أن مأرب أحكمت قبضتها الآمنة وسدت كل الفجوات التي تتيح للإرهابي التسلل منها لضرب أمن المدينة واستقرارها، باستثناء بعض عمليات الاغتيال القليلة وحوادث القصف الصاروخي الذي شهدته المدينة في وقت سابق. غير أن التحدي الماثل حاليا يقول مدير أمن المحافظة هو الازدحام السكاني الذي وصل إلى 10 أضعاف ما تستوعبه المحافظة، وذلك نتيجة النزوح من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. المعروف أن مأرب تنتج أكثر من 70% من نفط وغاز اليمن، إلى جانب أنها المحور الرئيسي لتوريد الكهرباء في البلاد التي تضررت كثيرا خلال سيطرة الميليشيا على المحافظة. ومأرب بهذه الصفات تعتبر المنطقة الوحيدة التي تغذي البلاد باحتياجاتها حاليا. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش مع ضيوفنا. نرحب بضيفنا من مأرب وكيل محافظة الدكتور عبد ربه مفتاح ورئيس تحرير يمن مونيتور الصحفي محمد أشبيري، على أن ينضم إلينا لاحقا من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أبدأ مع السيد عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب. مساء الخير دكتور. مساكم الله بالخير والعافية، أهلا وسهلا بقناة بلقيس التي هي معنا من أول وهلة منذ بداية تفكير الميليشيات الانقلابية بدخول المأرب. أشكرك دكتور. دكتور على أي حال هذه الأيام تبدو المحافظة بعد أشهر من تحريرها وفي ظل بقاء بعض الجيوب تحت سيطرة الميليشيا في مناطق كثيرة، يعني تحديدا صرواح؟ شكرا أخي. بالنسبة لمحافظة مأرب الآن صدقنا وإن قلنا محافظة مأرب هي محافظة اليمنيين دون استثناء، ولذلك إخوتنا اليمنيين الذي نزحوا بسبب الظروف التي تمت عليهم من الميليشيات الانقلابية طبعا هم جاءوا إلى أهلهم، ولا نقول لهم نازحين، وبإذن الله عز وجل وفي القريب العاجل سيعودون إلى مواطنهم معززين مجللين مكرمين، لأنه دماء أبناء اليمنيين دون استثناء شمالهم وجنوبهم جميع المحافظات اختلطت بدماء أبناء محافظة مأرب وهم يدافعون عن كرامة الشعب اليمني.
ومن أجل أيضا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الذي هو لليمنيين دون استثناء سواء من نفط أو غاز. وبحمد الله يعني نحن تجاوزنا كثير من الازدحام سواء في مجال السكان أو في مجال الخدمات الصحية أو في مجال، لأنه لازلنا نعاني بعض الأحيان من قلة بعض الاحتياجات الخاصة بالأخوة النازحين، لأن هناك ازدياد وصل العدد اليوم في محافظة مأرب قرابة 500,000 نسمة. محافظة مأرب اليوم هي محررة بفضل الله عز وجل وجهود المقاومة والجيش الوطني، وإلى جانبهم أخوتنا في التحالف الذين وقفوا سد منيع من أجل إزالة هذا العدوان الذي كان يخطط الاعتداء على اليمن وعلى الدول العربية. فكانت هناك عاصفة الحزم والأمل الذي كانت النقطة المفصلية في التاريخ لإزالة القوقعية التي كانت لن تكون مكانها اليمن، ولكن كانت الدول حتى التحديد العربية. المعلومة دكتور عبد ربه فقط، يعني هو كم عدد النازحين الذين وصلوا إلى المحافظة بشكل عام؟ أتحدث عن مدينة مأرب فقط. شوف أخي العزيز، لا أنا أتكلم على عاصمة المحافظة، لأن محافظة مأرب منذ أول، وأنا سمعت تقريركم وكان تقرير منصف، لأنني سبقت وأشرت في البداية أنه قناتكم وراسلنكم كانوا منذ أول وهلة منذ قرابة عام وهم معنا ومطلعين على سير العمليات وترتيبها سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الخدمي أو في الجانب قرابة الآن 550,000 نازح على مستوى، في هناك أسر نزحت إلى بعض المديريات، على سبيل المثال 100 أسرة نزحت في مديرية الجوبة، بقية المديريات التي هي الآن مديرية مأرب الوادي نزح أيضا فيها قرابة 30,000 نسمة متوزعين على أطرافها وعلى وسطها وأيضا المحادة العاصمة المحافظة. لكن العدد الكبير هو في عاصمة المحافظة. لماذا؟ عاصمة المحافظة معروف في أي مكان في العالم تكون قريب من الخدمات، قريب من المواصلات، قريب أيضا من الخدمات الصحية والتربوية. العلم أن هناك نازحين استقبلنا أبنائهم وهم الآن يدرسون في المدارس. نعم دكتور. وتم الترتيب لهم كاملا في هذا الجانب. نعم دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الصحفي محمد الشبيري. مساء الخير أستاذ محمد. أهلاً. أستاذ محمد، باعتبارك صحفي وتشهد حال مدينة مأرب، وباعتبار مأرب هي أحد المدن المحررة وهي نموذج للمدن المحررة، ما الذي تختلف فيه مأرب عن المحافظات الأخرى بالتحديد؟ طبعاً لمأرب خصوصية في بالنسبة قياسا إلى المحافظات المحررة الأخرى. محافظة مأرب منذ اليوم الأول قطع الطريق على الذين أرادوا أن يتعاونوا مع الحوثي منذ اليوم الأول. الشخصيات التي كانت حاولت تمرير بعض الاتفاقيات مع الحوثي قطع الطريق عليها. محافظة مأرب أيضا أصبحت مركز للدولة إذا صح التعبير. وجود مأرب أيضا بالقرب من الحدود السعودية التي يعني منها تخرج المعدات والدعم اللوجستي للمقاومة وللجيش الوطني، كل هذه عوامل ايضا للعامل القبلي. القبيله ما تزال يعني متماسكه الى حد كبير في محافظه مأرب. هذه عوامل ربما جعلت مأرب يختلف كثيرا عن المحافظات الاخرى قياسا مثلا الى محافظه عدن. فكل هذه اسباب ميزت مأرب عن غيرها. ايضا للانصاف، محافظه مأرب او معركه مأرب كانت معركه كل اليمنيين الذين يعني أتوا إلى مأرب للدفاع عن مأرب، للدفاع عن ثروات هذه البلاد. محافظة مأرب معروفة محافظة نفطية، محافظة فيها الكثير من مصالح اليمنيين وليس المأربيين فقط. كل هذه العوامل يعني أدت إلى استقرار، يعني إلى حد ما استقرار إلى حد ما في محافظة مأرب. لا نقول أن محافظة مأرب أصبحت نموذجا يعني في الأمن. هناك أحداث هنا وهناك، هناك اغتيالات حدثت لبعض المقاومة، لبعض المغاطرة العسكرية، لبعض العسكريين، لكنها محدودة قياسا إلى المحافظات المحررة الأخرى. طيب يعني من وجهة نظرك أستاذ محمد، هل يسلط الإعلام بشكل كافي على المحافظة ك
كنموذج إلى حد ما ناجح؟ طبعا الإعلام الأحداث هي التي تجلب الإعلام حقيقة. محافظة مأرب في الأشهر الماضية حينما كانت المعارك محتدمة على مشارف عاصمة المحافظة كان الإعلام حاضرا، كلما خفت أو خفت هذه المعارك يذهب الإعلام إلى 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 أوساط أخرى أو إلى مناطق أخرى تكون فيها الأحداث الساخنة. المأرب حقيقة تعرضت لنوع من التنميط في السابق، تعرضت إلى التشويه المتعمد من النظام السابق، لكنها استطاعت خلال الأشهر الماضية أن ترسم صورة أخرى لدى اليمنيين ولدى العالم، أن المحافظة التي كانت توصف بأنها محافظة قطاع الطرق بين قوسين المنطقة التي ليست آمنة، مناطق الفوضى العشوائية القبلية العنصريات، كل هذه استطاعت محافظة مأرب أن تجتازها. نعم. لعب الإعلام فعلا دورا كبيرا في التعريف بمأرب، ومأرب إلى حد ما كما أسلفت هي تتعافى يوما عن آخر، ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن تخطو. طيب انطلاقا من هذه النقطة أستاذ محمد، دعني أنتقل أو أعود إلى الدكتور عبد ربه مفتاح. دكتور، يعني مع تضاعف أعداد الساكنين في المدينة بسبب نزوح عدد كبير من السكان الذين رأوا في المدينة نموذجا جيدا، كيف تدير مؤسسات السلطة المحلية المؤسسات الدولة في داخلها؟ هل هناك مشكلات تقف حائلا أمام نشاط السلطة في المحافظة؟ أخي العزيز، أكون واضح معك. بالنسبة لنا نحن كنا منذ أول وهلة نحن نعرف تمام المعرفة أن سيكون هناك نزوح في محافظة مأرب، والنزوح سيتطلب مننا ثلاث أشياء مهمة جدا، هي وجود الخدمات الصحية، وجود الخدمات التربوية، وجود الماء، وأيضا والكهرباء. بفضل الله عز وجل يعني في هناك تم تعاون بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأيضا قيادة المنطقة العسكرية والجهات الأمنية، حتى أنه مأرب الذي يظهر من وقت إلى وقت آخر يظهر حتى داخل العواصم الغربية. فلذلك نحن بفضل الله عز وجل هناك الأمور مرتب لها، ونحاول بقدر الاستطاعة أن نقدم الخدمات، رغم أنني أوضح لك أنه لا يومنا هذا ومحافظة مأرب منذ أول يوم هم يحاولوا أن تكون شحة الموارد عليها، ولأنك تعرف أنه أي خدمات يتطلب موارد مالية، وهذه الموارد المالية يجب أن تتوفر. الآن الذي يتوفر لمحافظة مأرب أشياء بسيطة مما يباع من جانب البترول، اللي هو أقصد بالبترول الديزل والبترول الذي في المحافظة. طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور، يعني سبق وأن أعلنت قيادة المحافظة فك الارتباط القرار المالي عن صنعاء، كان هناك حديث عن فك ارتباط البنك المركزي، فرع البنك المركزي في مأرب. الآن من أين تمول السلطة المحلية نشاطها في المحافظة؟ شكرا على هذا السؤال. فعلا تم فك الارتباط، وتم فك الارتباط بسبب العنجهية للميليشيات الانقلابية التي حاولت بقدر الاستطاعة أن تسيطر على البنك من خلال السيطرة على البنك المركزي بصنعاء، ونحن في هذا الوضع تجاوزناه وسيطرنا على مواردنا المحدودة، وأقول المحدودة الذي هي مثل ما ذكرت لكم سلفا. الآن ما نواجهه من الإيرادات بالمحافظة، وقلت لك هي إيرادات محدودة جدا، مرتبات وأشياء نواجهها. البنك المركزي الآن يدار من في المحافظة، تديرها الشرعية، يديرها الآن وزير المالية، وزير مالية الشرعية، ويديرها الحكومة الشرعية. كل ما نأخذه من مرتبات نأخذه بعد اطلاع الحكومة الشرعية، ولا يتم موافقة أي شيء ويتم أخذه من البنك إلا بعد موافقة الحكومة الشرعية، ممثلها في ابنها البارمجر عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء ووزير المالية، وبالطرق القانونية. فلذلك كل ما نواجه لتسيير عمل السلطة المحلية سواء على مركز المحافظة أو على مستوى المديريات. طيب يعني هذا الملف المالي دكتور عبد ربه، هذا الملف المالي هو يعني ملف خطير أو ملف تتمسك به كما يقول الكثير من الخبراء
الدول كبرى تريد تحييد البنك المركزي كانت عن جميع الصراعات بداخل اليمن. كيف نجحت السلطة المحلية بإقناع الحكومة ومن ثم بإقناع الدول الكبرى بأن يعني تستقل ماليا كما شاهدنا في مأرب؟ شوف أخي العزيز، العملية هي ليست مثل ما قلت لك. الحكومة الشرعية عندما رأت أن هناك نموذج ناجح في محافظة مأرب وهناك رقابة صارمة على صرف المبالغ الذي هي مرتبات، وأقصد بها مرتبات الموظفين فقط إلى هذه اللحظة، لها الآن النفقات ما يخص الباب الأبواب الأخرى هي في إطارها للصرف. لكن عندما تم الاطلاع، لدينا بعض الأخصائيين والمختصين داخل البنك المركزي وهم أيضا من أبناء البنك المركزي سابقا، وأيضا يعني تم هناك وضع الاحتياج الخاص لمحافظة مأرب، وتم هناك يعني نظام داخلي وهو النظام الذي كان من سابق، لكن النظام الإلكتروني الذي تم قطعه من قبل الميليشيات ولم تقطعه مأرب، الذي قام بقطعه إدارة البنك المركزي، ولكن وفقنا بحمد الله عز وجل ألا يتدخلوا في البنك المركزي، لأنها كانت تأتي من وقت إلى وقت آخر بعض التعميمات وبعض التخفيضات حتى يعملوا لنا إرباك مالي في العملية في المحافظة. لكن تجاوزنا هذا الشيء بوجود خبراء متخصصين في هذا الجانب في جانب البنك المركزي، وهناك أيضا مكتب المالية في المحافظة هو يرتب المخصصات على غرار ما كان يتم صرفها سابقا. وبحمد الله وفضل الله عز وجل يعني تجاوزنا هذه المرحلة وسيطرنا على أمن واستقرار المحافظة. طيب. وعلى أيضا انطلاقا من ذلك دكتور، حتى لا يعبث بها. انطلاقا من ذلك دعني أعود إلى الصحفي محمد الشبيري. أستاذ محمد، برأيك كما هي مأرب الآن هي مركز لقيادة قوات الجيش الوطني، هل هناك يعني برأيك احتمالية أو ضرورة أو لنقل فرصة لتواجد مقر أو قيادات الدولة بداخل هذه المحافظة؟ والله تستطيع الحكومة الشرعية أن تجعل من مأرب مركزا للدولة، لكنها إلى هذه اللحظة يبدو أنها ليس لديها نية في أن تجعل مأرب مركزا للدولة. كما أسلفت أنه هناك صورة نمطية عن مأرب ما تزال ربما تعشعش في أذهان الرئيس وحكومته. مأرب مهيئة إلى حد ما قياسا أعيد الكلام، قياسا إلى المحافظات المحررة الأخرى، مأرب مؤهلة أن تصبح مركزا لقيادة الجيش، لقيادة الحكومة، للمقاومة الشعبية. لكن إلى هذه اللحظة لم نجد رغبة ربما لدى الحكومة في أن تكون مأرب مركزا لتواجدها. هي زيارة يتيمة واحدة لرئيس الوزراء خالد بحاح، زار مأرب قبل أشهر، هي الزيارة الوحيدة، تواجد معه بعض الوزراء لكنهم غادروا سريعا. لا أدري ماذا لدى الحكومة، ما هي المبررات التي تحول دون أن تكون مأرب مركزا. طيب إذا ما تحدثنا أستاذ محمد عن موقف الأحزاب السياسية من الملف الأمني بشكل عام ومن مأرب كمحافظة بشكل يعني بشكل متوسع، ما مدى الانسجام في هذا الملف ما بين الأحزاب السياسية بداخل مأرب؟ الأحزاب السياسية في داخل مأرب منذ اليوم الأول اتفقت على وجوب حماية مأرب والدفاع عن مأرب والدفاع عن الجمهورية انطلاقا من مأرب. ليس لدى المأربيين أي اختلاف في هذا الملف، بالعكس رأينا قبل يومين بيانا للأحزاب السياسية بمن فيها حزب المؤتمر الشعبي العام، كلها تطالب بأن يبقى محافظ المحافظة سلطان الإرادة على رأس هذه السلطة. أوردت جملة من المبررات التي دعتها لمثل هذا الطلب من رئيس الجمهورية بالإبقاء على الإرادة محافظا. الأحزاب السياسية متعاونة إلى حد كبير، لكن تبقى الأمور في يد الحكومة الشرعية، تبقى الأمور بيد الرئيس، تبقى ما مدى جدية الحكومة في تأمين مأرب وجعلها مركزا للحكومة أو للقوات الشرعية. طيب دعني أعود إلى دكتور عبد ربه مفتاح. أستاذ محمد،
أسألك أستاذ أو دكتور عبد ربه عن المنشآت النفطية وكذلك شبكة الكهرباء، يعني شاهدنا أن كان هناك استهداف لهذه المنشآت وللشبكة بشكل عام أثناء الحرب من قبل الميليشيا كما تفضلت أنت قبل قليل، هل تم إصلاحها بالكامل؟ هل من ألوية لحماية هذه المنشآت؟ أخي العزيز، بالنسبة الذي كانوا يحاولوا المشروع الانقلابي مشروع تدميري وجاء من أجل أن يدمر اليمن ويدمر مقوماته، رغم أن مأرب ظلت هي تضخ إلى هذه اللحظة وستضخ الأبناء الشعب اليمني مراعاة بهم ومن أجل إيصال لهم جميع المشتقات النفطية والغازية والكهرباء. وخير دليل لذلك عندما تم تحرير فضة نهم والمناطق التي تم تحريرها، وتم استدعاء الفريق الهندسي لإيصال الكهرباء إلى جميع المحافظات الجمهورية، للأسف الشديد تم استهدافه من قبل الميليشيات، وطبعا قد يمكن المهندسين يلاحظوا هذا الكلام، وتم أيضا عرقلتهم حتى لا تصل الكهرباء، لأن هؤلاء ظلاميون ويريدون أن يظل الشعب اليمني للمتاجرة بمعاناته وحتى لا تصلها الكهرباء ولا تصلها الوقود والمشتقات، وإن وصلت وقود أو مشتقات فهي مباشرة يتم إحالتها إلى السوق السوداء من أجل دعم المجهود الحربي، وكأن الشعب هذا المسكين أو المقلوب الذي لا زال بعضه يعيش في الدورة الدائرة الضبابية والذي لم يتحرر حتى يحرر نفسه ويطلع يوميا، ونحن قلنا محافظات الجمهورية اليوم هي ممثلة ومطلعين تمام الاطلاع، منهم من هو في المقاومة منهم من في الجيش الوطني، ويعرفوا أن هؤلاء الميليشيات الانقلابية إلى يومنا هذا وهي تمارس أن يظلوا في الظلام. ودعينا وأكثر من مرة وصرحنا في الإعلام وأتوا المهندسين، للأسف الشديد يتم استهداف الفريق الهندسي الذي كان بإقامة إصلاح الأبراج الكهربائية، ولا زلنا نقول لهم يتم نزول المهندسين من أجل إيصال الكهرباء للمواطنين الذي يجب أن يعرفوا ويتحرروا وينفضوا الغبار الذل والعار عن أنفسهم، وحتى لا ينساقوا الذي يمنع اليوم الكهرباء والغاز والنفط تمنعه الميليشيات الانقلابية. الميليشيات الانقلابية حاولت أن تدمر المخزون الاستراتيجي لأبناء اليمن سواء بصواريخ توشكا أو بوسائل أخرى، لكن بفضل الله عز وجل وبصمود أبناء اليمن وأبناء محافظة مأرب تم الحفاظ عليها وسيتم نعم دكتور. طيب في نقطة أخرى دكتور، في نقطة أخرى، مطار مأرب وغيره من المنشآت المهمة في المحافظة، هل تم إعادة تأهيله؟ هل أصبحت هذه المنشآت تعمل وتنشط أم أنها لا تزال في طور إعادة التأهيل بشكل عام؟ ما يخص بالنسبة لمطار مأرب، مطار مأرب الآن طبعا تم وضعه مع الأخوة في التحالف، وهو الآن قيد دراسة إيجاد مطار، وهذا ما يقلق الميليشيات الإنقلابية حتى تبقى، لأنه أصبح المنفذ أو الرئة الذي يتنفس منها اليمنيون هي مأرب، مثل ما ذكر الأخ الصحفي. الآن احتياجات أبناء اليمن تمر من الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية الذي هي تقود التحالف، وكل يوم تمر وهي تعبر إلى صنعاء، تعبر إلى جميع المحافظات اليمنية من هذا المنفذ. إلا أنني مثل ما ذكرت لك أنه هناك بالنسبة للمطار، المطار الآن تم وضع دراسته وهو الآن موضوع للتموين حتى يصبح يخدم ليس لمحافظة مأرب، وسيخدم إن شاء الله محافظة الجوف ومأرب والبيضاء، وسيخدم أيضا محافظات اليمنية كلها، لأنه مأرب هي في مرتكز أو في ملتقى طرق تجمع خط دولي وتجمع أيضا المحافظات المجاورة لها بما فيها العاصمة صنعاء. أشكرك شكرا جزيلا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. وأعود إلى الصحفي محمد الشبيري. أستاذ محمد، يعني كانت هناك أنباء عن يعني مجيء وزير النفط إلى مأرب وبصحبة عدد من الوزراء، ما هي المعوقات التي واجهتهم برأيك؟ كما أسلفت لا يعني لا نجد مبررا منطقيا في هذه القطيعة إن صح التعبير للحكومة فيما يخص مأرب. مأرب معهلة، سمعنا كما سمعتم هذه الأنباء في وقت سابق، كان وزير النفط متواجدا بصحبة رئيس الوزراء لكنه غادر سريعا.
ليس لدي أي معلومات عن مجيء هؤلاء الوزراء وما السبب الذي جعلهم يتأخرون أو يتباطؤون في المجيء إلى مأرب. مأرب مؤهلة إلى حد ما، مأرب ليست عدن، مأرب أمنيا من أفضل المحافظات، لكن يبقى هذا السؤال، تبقى إجابة هذا السؤال لدى الحكومة. طيب، باعتبار أن هناك بعض المواقع أو المديريات التي تشهد قتال بداخل محافظة مأرب كمحافظة عامة، وكذلك هناك مديريات حدودية مع محافظات أخرى، مثلا في محافظة شبوة هناك مديريات قريبة من مأرب، هذه المديريات إلى أي مدى، أو هذه المعارك التي تشهدها هذه المديريات إلى أي مدى تؤثر على الوضع الأمني بشكل عام في محافظة مأرب، سواء في المركز، العاصمة، المدينة، أو بشكل عام في المحافظة؟ لا، إذا كنا نتحدث عن مركز المحافظة فهي يعني أصبحت إلى حد ما آمنة، عشرات الكيلوهات تبعد هذه المعارك، إن كانت شرقا باتجاه الفرضة وإن كانت غربا باتجاه سرواح، نتحدث عن 50 كيلومتر، عن أكثر من ذلك. مركز المحافظة بات آمنا إلى حد كبير. طبعا الأحداث التي تحدث في مناطق بيحان ومناطق يعني التابعه لشبوه هي بطبيعه الحال تقلق محافظه مأرب، لكنها ما تزال بعيده، وايضا ليس هناك اي قلق او مخاوف من ان تمتد مثل هذه المعارك مثلا الى مأرب، او تعود المعارك الى قرب المركز المحافظه. تحررت حريب هي المديريه التابعه لمأرب المحاذيه لمحافظه شبوه، تحررت قبل اسابيع. ليس هناك قلق من هذه، لكنها طبعا تبقى تقلق المواطنين إلى حد ما. أشكرك شكرا جزيلا محمد شبيري، رئيس تحرير موقع يمن مونيتور الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في الأخير تقبلوا تحيات طاقم العمل بكله، وتحياتي أنا وجيه السمان مقدم هذه الحلقة. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.